سيب الوراك دي على جنب وهات الخلطه دي نعملها الاول عشان نظبط الدنيا بقى ونشوف هنعمل ايه. بسم الله. الخلطه دي عباره عن ايه يا باشا؟ طماطمايه، ليمونايه، حته جنزبيل، حته ثوم، قرن فلفل حار، لو عندي كرفس او بحب الكرفس والكرات ماشي. وانا شغال كده هروح قبل ما اخش على الخلطه دي عشان في طاسه عندي سخنه جدا، هديها سنه زيت. شايف السنه دي عامله ازاي؟ مع بصلايه حلوه كبيره متقطعه. بسم الله كده اهو في قلب الصينيه دي، وسيبها عندي طول الحلقه بقى لحد ما نخلص الفراخ ونشوف هيبقى شكلها عامل ازاي. معاها معلقه زبده، معلقه سمنه، ايا كان، بس انا هديها معلقه سمنه كده عشان ايه الموضوع يحلو وتتكرمل. يعني ايه تتكرمل يا شيف؟ يعني هنشوف لونها هيبقى مسكر شويه كده، تحس ان هو لون الغامق الكرملايز شويه. يبقى معلقه سمنه مع البصلايه الحلوه بتاعتي في قلب الصينيه قدام عيني هنا وتمام. وممكن بقى عشان انتوا عارفين اخوكم بيحب التجويد، رشه فلفل اسود هتوديها في حته حلوه قوي كده. دي بتاعت صينيه البطاطس، عفوا صينيه الفراخ. ممكن تمشي بطاطس بس لا احنا مش هنعمل بطاطس النهارده. طيب هنجيب عندنا كبه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. او خلاط ايا كان. وهنجيب عندنا كل الكلام ده كله، شايفه يا فندم؟ طماطمايتي، فلفل حار، ليمونه حلوه، ثوم، بصل، جنزبيل، كل الحاجات اللطيفه دي كلها. حبه الزعتر، كمان حبه زعتر، وبرده هف عليا اديها الليمونه بقشرها في قلب التتبيله. اوكي تمام. وبعدين يا شيف بسم الله. خلطة حلوة وسريعة وبسيطة. نبهر طبعا. يلا بينا نرفع الأول السكينة. بسم الله. خلطة ريحتها حلوة، وده أهم حاجة على فكرة في الشغلانة بتاعتنا، إن الواحد وهو بيشتغل يحس بالحاجة ويشمها كده ويحس إن فيها تفاعل، ما هياش بس إيه مقادير وخلاص. طيب إيه تبهيرتك يا شيف؟ معلقه حلوه من البهارات بتاعتنا بتاعت كل اسبوع اللي فيها الحبهان وجوز الطيب وورق الغار وكل البهارات اللي هي الناشفه بنطحنها في ايد الهون وبناخد منها معلقه حلوه كده. تمام تمام. واحده كمان ناعمه مختلفه برضو اللي هي فيها 7 حبات بقى وكبه صيني والتركيبه دي. معلقه ملح كبيره، او يعني اللي هي ايه ملح ده ناعم اصلا ما بياخدش كتير، وتاتش شطه، وسنه حبهان زياده. حلو الكلام لحد كده، كلام زي الفل. اقلب حاجتي، شايف الخلطه عامله ازاي؟ شكرا. تمام. وانا شغال ببص بص على البصل، بص البصل هروح فين بقى؟ ده اللي بتكلم عليه، اللون ده. ده لون الكراملايز او اللي هو تحس ان هو مكرمل، زي اللي بناكله في بصلايه بتاعت البرجر، الحاجات دي بتبقى لونها حلو وريحتها طعمها كمان احلى بكتير من الشكل ده. طيب سيبها قدامي تكمل. طيب تمام لحد كده؟ تمام. هنجيب الفراخ ونشوف الحكاية. ادي ورك الفراخ يا باشا. تمام؟ شايف المنظر؟ بسم الله. نحشي بالشكل ده كده. شوف. خدت من حضرتك. تاني. ادي ورك الفراخ. بعمل كده، بمشي ايدي. بطرح الحش، بعمل كده. وبرجع تاني، واروح عامل كده، بص اهو. واروح عامل كده، اهو. شوف. تاني. اهو، من هنا. مش كتير تتبيله بس ايه تخش كده اهو. شايف الكلام؟ باجي اعمل كده وراح قافل كده اهو، وراح ممشيها كده تخش جوه اهو كده.
ممكن عايز اشمطها ماشي، او اديها شمطه حلوه على الطاسه ماشي، عايز امشيها زي ما هي كده. انا بعتقد انا عايز امشيها كده عشان اكمل تسويتها في قلب الفرن بقى مع نفسها خالص وتبقى واخده حقها. كده تمام لحد كده، واجي بقى اروح متبل بقى حاجتي كلها، وش وظهري بقى تاني. بص بقى كده خلاص احنا حشينا، ما تقلقش الحشو تمام. كده اهو تمام التمام، حاجتي زي الفل. طيب قبل ما اروح انا عايز بس ايه البصلايه دي تمام الكرمل كده تمام خلاص. شايف البصلايه عامله ازاي؟ وبعدين عشان بس انا عايز ايه اشتغل بالكلابس ده قبل ما اغيره، هجيب عندي معلش بالمره معلش طبعا دي اداء نفسي اشتغل على مهلنا. حبة توم شرايح تمام الكام؟ عندي فلفلاية خضرة حلوة، وهبدأ هفرشها كده في قلب الصينية الجميلة دي. تمام، وممكن كمان أدي فلفلاية حمراء كمان تكسر بقى الألوان الحلوة دي برضه. حلو الكلام؟ كلام جميل وزي الفل. وبعدين كرتاية بتفرق كتير جدا. الحاجات دي يا جماعه كل الخضار اللي عندنا ده نحاول نستغله في الاكل بتاعنا، بيدي تيست حلو يعني. سيبكم الاسامي يعني، ممكن حد يتخيل الحاجات دي تبقى مديه تيست غربي شويه، بالعكس شرقي 100%. اوسع نفسي بقى الحاجات دي كلها عشان اقفل الطبق اللذيذ ده بقى. نلبس كلوفز ونبدا نقفل حاجتنا. عايز اخد معايا حبه مرقه سخنين جنبي هنا، وخلاص البصل اتكرمل او خد اللون اللي انا عايزه. الفراخ عندي سيبها شويه سيكه في التتبيله برضه تشرب من تتبيلتها. وعندي كمان الخضار اللي اتحط ده، اي خضار نفسي فيه، عايز احط بقى بطاطس، احط جزر يعني تمام. هاخد بعضي واروح عامل ايه بقى. قبل ما احط الفراخ هاخد حبه مرقه حلوين بسم الله على وش البصل الحلو ده. شوف الكلام، وابدا بس كده نهز الصينيه كويس عشان كله يبقى مع بعض اهو كده. شايف حاجه ولا انا؟ وابدا ارص بالشكل ده كده. شكرا. شوف الكلام عامل ازاي، ورحت مسقسق بقى حبه تتبيله في النص كده، قال يعني مش متشافين بس كله هيدي ريست حلو اهو. حاجه بس تبقى ايه واخده حقها في التتبيله والتحقيق، وده مهم جدا 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 اهو. ما تخافش على الطبخ في حاجه. طيب لحد كده احنا زي الفل. طبعا هنعمل ايه تاني بقى؟ هقول لكم حالا على التقفيله بقى عشان نقفل الطبق ده صح. شوف على كل واحده كده اديها حته زبده. شايف والله هودوني لحد الاخر مش هنخسر حاجه اهو كده. حاضر. شوف كلمة حاضر طالعة مني ازاي؟ شوف الشياكة. لا ده حاجة طبيعية الحمد لله، موضوع الأدب ده يعني تمام. مش دي أنا بتكلم على كلمة حاضر. ليه بقول لك كده وقفت عندها؟ عشان تعمل زيها، شطارة حلوة. شوف ميرسي يا حبيبي شكرا. كده احنا تمام؟ تمام. عشان بس ما تقولش إن أنا إيه قلت حاجة. وأنت تضحك على إيه؟ الراجل ده بيضحك عليك جدا مش أنا. والله العظيم يعني أنا مش هجيب اسمه عشان أعرف أسيبه. لا لا خالص يا عم، بتضحك ليه واحنا كوميديين؟ لا بالعكس، روق الصينيه دي. لحظه بقى عليا، حاضر نروق الدنيا عشان انت ايه عايز تاخد. انا عارفك هتروح لي فين، بس انا عايز اعرف اسال اقول لك حاجه بس، ان حبايبنا هنا بسم الله ما شاء الله بيعزوك جدا 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 جدا. ان انا خسرتك كل اصحابك؟ انت عايز ماشي تمام حاضر. لحظه واحده، ايه هاني صباح الفل. نور يا سيف، اهلا بيك يا فندم. ازي حضرتك؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ جدا وبنحب نتابعك. اتشرف يا فندم بالمتابعه، كتر خيرك. وبنحب حضرتك جدا وبنحب نتابعك كل يوم، وابني
برضه بيحب يسمعك يا شيف، وكان ربنا يحفظهولك يا رب، وبشكرك وانت وابن حضرتك على متابعتنا كتير والله. تسلمي. بس قبل ما ابن حضرتك ابني يكلمك، كنت عايزة اسألك، عندي مخ يا شيف ومش عارفة يعني اعمل ازاي طريقته. عندك ايه يا فندم؟ مخ. اوكي تمام. تمام. عايز تعمل بني مثلا او عايز تعمل ايه بالظبط؟ منعم. افندم؟ الو. يا اهلا يا اهلا يا اهلا، ازاي حضرتك يا استاذ؟ انا هاجرك. ايه؟ انا بحبك. وانا بحبك قوي. انت مين اسمك ايه ولا اسمك ايه؟ انا اسف. منعم. الله على الاسم الجميل. ازيك يا منعش يا عسل؟ الحمد لله كويس. انت عندك كام سنه انت يا حلو؟ اربعه. ما شاء الله. انت بتحب المطبخ؟ يعني بتطبخ كويس ولا نص نص؟ فراخ. ايه؟ بيضة. مش سامع. فراخ وبيضة. الايه؟ فراخ وبيضة. فراخ وبيضة، الله، حلو قوي. طيب هتيجي تطبخ لنا فراخ وبيضة ولا لا؟ انت بتاكل فراخ وبيضة ولا لا اصلا؟ اكل. عشان تبقى قوي. ماشي؟ هستناك. سلام. انت بتحبني؟ وانا بحبك جدا جدا جدا، بس اهم حاجه تاكل فراخ وبيضة كويس. اوكي؟ هستناك. يلا حالا سجل براف في الكنترول وتنورني ان شاء الله حبيبي يا منعش يا قمر. شكرا. هنا تعال يا استاذي، مش هبوظ كل حاجه. بص التسويه عامله ازاي، شوف 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 شوف، فاهمين قصدي؟ بص شايف التسويه تمام. بص الخلطه بقى، البصلايه اللي عملناها، شوف، مش عايز ابوظ شكل الصينيه، بس بص المنظر، حاجه بيتي. بص اللون، معلقه الزبده اللي حضرناها او السمنه عملت ايه؟ طبيخ. ده الاكل. نعمل ايه بقى؟ نطلعها كده على طول وجنبناها ايه؟ حبه رز، حبه وحبه اهم. شكرا.